مضى ليس 200 يوم على الحرب بل 17,280,000 ثانية في الوقت هنا في غزة بالثواني وربما بأجزاء منها. لم تتغير ملامح المدينة فقط، لقد تغيرت ملامح السكان أيضا. لعلكم تلاحظون معي، انظر في الوجوه ستعرف ما أقصد وستعرف ما أعني. أسر بأكملها في الشوارع دون مأوى، أسر بأكملها دون مأوى، أهل عز وكرم أذلتهم الأيام وأهانتهم الأيام، إنه قهر الرجال يا سادة. ومع ذلك نحن ثابتون مصرون على مواصلة الطريق، ثابتون على أرضنا، لن نتزحزح، لن نغادر منها بإذن الله تبارك وتعالى. سيغادر هذا المحتل وستبقى أرضنا بفضل الله تبارك وتعالى، وسنبقى عليها صامدين مصرين بفضل الله سبحانه وتعالى.